كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها روفو دو بريس. في الغوفي دو بريس مش نحكي لكم على خبر واحد بركة، مش نقرأ زوز مقالات يحكيوا على نفس الخبر، واحد يأكد واحد ينفي. خلينا نبدأ بلي أكد. مقال خرج البارح في جون أفريك، مقال عنوانه تونيزي ريبورت باسوار، تونس مطار العبور ولا مطار المعبر ولا خلينا نقوله احنا مش ممر عبور، خلينا نقوله قنطر. حسب المقال تتفكروا بريطانيا وقت اللي كانت نهار 9 جويلية 2015 طالبت رعاياها مغادرة تونس، طالبت منها باش يغادروا تونس. السبب وقتها مشي في بين العملية الإرهابية اللي صارت في سوسة. حسب المقال هذا السبب الحقيقي ما هوش العملية هذيك، السبب الحقيقي وحسب مصادر مقربة من الأوساط الأمنية التونسية، ثم واحدة من المحققين اللي بعثتهم بريطانيا لبلادنا باش يحقوا في عملية سوسة، كي جات لتونس تعدات من مطار تونس قرطاج من غير ما يفيقوا اللي في الفاليز متاعها ثم سلاح. الله الله، معناها الفاليز متاعها فيها سلاح، لارم دو سيرفيس متاعها جاي من بريطانيا، تعدات في المطار وما فيق بها حتى حد، وهذا اللي خلى السلطات البريطانية تتخذ القرار هذا وتطلب من رعاياها الموجودين في تونس باش يروحوا. معناها حتى في السيتواسيون اللي كنا فيها احنا وقتها في الفترة هذيك، ويتعدى نورمال من المطار بسلاح عادي على الاخر، ما يتفركسش، ما يسألوش فما رخصة ولا ما فماش، شو تحمني نقول عادي. معناها الواحدة متاع طفالة متاع اللي وجدت في بالي سيكوريزي اكثر ولا تاني. هذا حسب الارتيكل ديما نقول العادة على جون افريك. من جهة اخرى في مقال في موقع اخر خبر اونلاين، مصدر امني انفى الخبر هذا واعتبروا اشاعة، قال الاجراءات الامنية في مطار تونس قرطاج مشدة تخليهم يفيقوا بكل شيء، ومن أسهل الأشياء أنهم يكتشفوا سلاح. معناتها مش سهل باش نجم تعدي سلاح في فاليز في مطار كيما مطار تونس قرطاج. هما كي يخرجوا نورمالمون فما سكانير ذاك سلاح دوفيس يطلع يديتكتيه هكا قال. هو بون لا محالة الموضوع، معناتها ما نحبش نعلق عليه برشا على خاطر ما تعرفش شكون الصحيح وشكون الغلط. هما ما فيقوش بيه خاطر مش سلاح تونسي سلاح بريطاني. يمكن الإجراءات الأمنية المشددة اللي حكى عليهم المصدر الأمني هذا واللي تخليهم يفيقوا بأبسط الأشياء، كان حاجتين كهو ما ينجموش يفيقوا بها، ما ينجموش يفيقوا بمرت البحر الجلاسي وقت اللي طلعت في الطيارة ومشات لتركيا ما غير باسبور. وي تلمو إجراءات أمنية مشددة، ما تتصور هذا مش سلاح، هذا عبد كامل طلع من غير باسبور وطلع في الطيارة وصل لتركيا وفي تركيا فيقوا بيه. هذا ايش كنت نقول لك، يعني كنت نقول لك اسافوار هو ولا البريطانيه اللي تعديت اسافوار منين تعديت، معني تنجم تكون تعديت من نفس البلاصه اللي تعديت منها باسوار فوالا جوستمون. ولا الحاجه الثانيه الاجراءات الامنيه المشدده مستحيل يفيقوا بها في تونس هي التفتيف نتاع الباجاجات نتاعنا. بالطبيعه باش نقول لك مادام ماهوش شوكولاته ماهوش باش سيني ماهوش بدري سيني ماهوش جين سيني ايلو باش يفيقوا به برا. هما قال لك ياخذوا بعض الهدايا للذكرى كادويت هذوما جوست بوغ لو سوفينير، ما حاجتهمش هما بسلاح للذكرى. اما عادي جدا الاجهزه الامنيه مش تنفي الاخبار، عمره ما يجي واحد يقول لك انا راني في عيب ولا. على كل هذه الاخبار والارتيكل اللي كتبته جون افريك واللي نفيه مصدر امني، مصدر امني في انتظار النفي الرسمي او تاكيد الحكايه من السلطات البريطانيه. والله اعلم. هاي نستني واحد غوفو دو بريس كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.